أعزائي المشاهدين، أخوان الفلاحين، أخوان المزارعين، الأخوة مربي الثروة الحيوانية، الأخوة مربي الأبقار، نرحب بكم أجمل ترحيب في زراعتنا اليوم، واللي خصصنا معظم وقته إلى احتياجات الأخوة أصحاب محطات الأبقار الكبرى. محطات الأبقار الكبرى منذ سنوات تعاني من احتياجات كثيرة. كانت لدينا 23 محطة أبقار كبرى متوزعة في عموم البلاد، الآن العاملة منها فعلا فقط محطة واحدة وهي محطة أبقار النصر. انتقلنا إلى هذه المحطة لكي نستمع إلى آراء الأخوة أصحاب محطات الأبقار والمختصين، ونستمع إلى احتياجاتهم الموجهة إلى وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى. محطة أبقار النصر هي المحطة الوحيدة اللي بقت فعلا تشتغل من مجموع 23 محطة، وأكيد تبذلون جهود كبيرة حتى تستمرون. إذا ممكن تتحدث لنا عن ديمومة العمل، ما هي المشاكل، ما هي الاحتياجات، حتى السادة المسؤولين في وزارة الزراعة إن شاء الله يلاحظوها ويعطون الأجوبة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أبو حسنين، يعني محطة أبقار النصر هو من أهم المشاريع الاستثمارية تعتبر بالعراق وفي محافظة واسط، والمحطة الوحيدة اللي تقريبا هي بقت محافظة على رغم كل الظروف ورغم كل المشاكل ورغم كل الصعوبات اللي نعاني منها. قطاع الثروة الحيوانية هو قطاع مهم وأساسي في الجانب الزراعي، فمحطات الأبقار الآن بحاجة إلى دعم متواصل من وزارة الزراعة حتى تستمر في عملها وديمومتها. من أهم المشاكل اللي تواجهنا هو عدم توفر المستلزمات الزراعية الخاصة بزراعة الأعلاف. والنقطة الأخرى هو نعاني من سعر الحليب في كل دول العالم وفي الدول الأوروبية، تدخل الدولة أنه تدعم هذا النشاط حتى أنه يستمر العمل، حتى يستمر العمل والنشاط. الآن موجودة دراسة في وزارة الزراعة أنه لترة الحليب تكلف 1014 دينار، في حين إحنا جاي نبيع اللترة ب500. هذا جانب. الجانب الثاني، لا يوجد دعم بالمحروقات اللي هي المشتقات النفطية، إحنا بحاجة إلى غاز، كهرباء قليلة، فما خصصوا بمحطات الأبقار أي مادة من مادة الغاز نهائيا. الجانب الآخر هو أنه المستلزمات الزراعية الأخرى مثل الأسمدة الكيميائية المركبة والنيتروجينية اليوريا، هذه أيضا نراجع التجهيزات الزراعية والمحاصيل العلفية ما إلها سماد، ونضطر أيضا نأخذه من الأسواق المحلية بسعر 1,100,000 للطن الواحد. هنا قد يعني سؤال، شو تسوون بالأسمدة؟ هو لتسميد المحاصيل العلفية الشتوية والصيفية، ولازم نزرع مساحات أكثر حتى أنه نسوي عمل سايلج ونسوي دريس ونخزنه داخل المحطة، لأن هناك فترة قاب راح تجي بين الموسمين الشتوي والصيفي، هذا ما تتوفر بها الأعلاف، لازم نعتمد على الخزين اللي موجود عندنا بالمحطة. والسنة الحمد لله وشكر قدرنا أن نخزن 9,000 طن سايلج. طيب اعرف، اريد اعرف حاجتكم من الغاز الفعلي يوميا، ايش قد تحتاجون، كم لتر؟ والله احنا دا نصرف يوميا اكثر من 700 لتره
لعندنا مولدات. نعم. عندنا مولدات داخل المحطة، ولأن حتى لازم كهرباء مستمرة 24 ساعة لنحافظ على خزانات التبريد مال الحليب. وبالإضافة لذلك المولدات اللي موجودة بالساحات الخضراء، لأنه عملية السقي احنا عملية بالواسطة، ليس الري بالواسطة وليس بالسيحة. نعم. بالإضافة إلى العمليات الزراعية الأخرى من حراثة ومكافحة مكائن، نعم، وأجهزة مكائن التشوبرات لحش الأعلاف ونقلها إلى المحطة. طيب الدولة تعطيكم ايش قد غاز؟ ما أعطتنا، ما مشمولين، ما مشمولين المحطات الأبقار بالغاز. ايش تطلب يعني في هذا الخصوص؟ هو أهم شيء هذا، لأن أنا دا أشتري سوق سوداء الغاز، والغاز لازم عندي 24 ساعة للأجهزة وللآلات وللمولدات. طيب بذور نباتات الأعلاف، نبات والله هذه جاي نستوردها من الخارج. نعم. وطلبنا سبق وان في اجتماع في وزارة الزراعة، طلبنا انه من التجهيزات الزراعية ان توفر هكذا بذور علفية، لانه دا تكلفنا دا نجيبها من برا، وقسم من عتها دا يضرر عندنا اثناء النقل. نعم. يفقد من حيويته ويتقل نسبة انباته، فهذه دا نستوردها ايضا من برا وتكلفنا مبالغ طائلة. انتاجكم من الحليب الان وين تسوقه؟ نسوقه الى الشركة الشرقية. يعني معامل الألبان. معامل الألبان، نعم. ماذا يريد الأخوة أصحاب محطات الأبقار الكبرى من الحكومة أو من وزارة الزراعة أو من الجهات المعنية الأخرى؟ أنا ما أقدر أجاوب على هذا السؤال. المحطة الحالية هي تجاوب. البلد كان ب 23 محطة أبقار عامرة وتنتج يومية بحدود 200 طن حليب يومية. هذه المحطة وصل عدد القطيع بها أكثر من 11,000 حيوان، والمستثمر بدأ يوسع بها على حسابه الخاص. كانت ساهم برفد السوق العراقية بأكثر من 50 طن حليب يومية، ومعمل ألبان عندهم أكثر من 2000 شخص يشتغلون بالمحطة وبالحقل وبعمل ألبان. الفترة بالثمانينات 89 المنشأة العامة الألبان كانت تستلم يومية بحدود 780 طن حليب يومية، هسه ما تستلم غير 10 طن. هذا السؤال، هاي المعلومة تكون تحرك أي شخص بوزارة الزراعة حتى نتحرك وننقذ الانتاج الحيواني. احنا انا برأيي المحطات ما تريد اي دعم، ما نريد اي دعم، خلي يوقفون هجوم المنتج الاجنبي على السوق. البضاعة الايرانية والتركية والسورية تنباع 40% قيمة كلفتها. المصدر الايراني يصدر البان واجبان للعراق بقيمة 100,000 دولار، يأخذ الفورمان من القبرق ويروح لطهران، بنك التصدير الإيراني يطير بيت 18,000 دولار. هذه فقرة. أول شيء لازم يفعل قانون التعريفة القمرقية اللي أقره مجلس النواب قبل 7 سنوات واللي هسه ما مفعل. الشيء الثاني، حماية المنتج المحلي. حماية المنتج المحلي من البضاعة الأجنبية، وهذه الحقيقة موجودة بكل الدول. إذا تجينا بضاعة لا مفحوصة. الشيء الثالث بالنسبة للمحطات، حتى نعيد النشاط بها لازم نوفر المستلزمات الأساسية. هذه المحطة مثلا تحتاج حدود 800-900 لتر غاز. احنا حصة باليوم احنا حصة غاز ما عندنا، ويشتروها من السوق السوداء. المنتج مال الحنطة ومنتج مال الشعير ومنتج مال الذرة عنده حصة غازية ويستلمها بصورة رسمية. المحطات ما مشمولة في الشيء. المحطات ما مشمولة بالأسمدة. المحطة حتى
تنتج حليب يراد لك علف اخضر. حتى تحصل علف اخضر لازم تزرع. حتى حصل علف اخضر لازم تسمد القاع. يصير مواطن عنده محطه وينتج حليب ويستورد سماد من برا. احنا نريد اهل المحطات يردون يساوونا بالدعم حالنا حال منتج الحنطه ومنتج الشعير. اي الاهم؟ الحنطه انتاج الحنطه لو انتاج الحليب لاطفال العراق. هسه المواطن الفقير شلون يقدر يشتري بطل حليب 2000 دينار؟ ايش عجب الحنطه بالعراق مدعومه 300%، والشعير 250%، والسماد اليوريا 200%، والحليب درهم واحد بمدعوم. اي الاهم؟ الاطفال العراق للفقراء الذرع لو الحليب. واكثر من هذا بالحكومه السابقه لغوا حصه الحليب الباودر من الحصه التموينيه، رفعوها. هذه مصايره، فلازم الدوله تنتبه لهالشيء وتتخذ اجراءات فوريه مع اهل المصالح، مع اهل المصلحه، مع القطاع الخاص. نعيد النشاط بالمحطات، نعيد النشاط بانتاج الالبان، ونعيد النشاط بالثروه الحيوانيه. دكتور، تحدث لنا وزارة الزراعة عندها عدة برامج لتحسين الأبقار المحلية. بالتأكيد أنه العراق هو من الدول المتقدمة بهذا المجال، وبدأ خطواتها من أكثر من حوالي 30 أو 40 سنة في مجال تحسين الثروة الحيوانية، بشكل خاص بالنسبة للأبقار. ومشاريعها بدأت ذاك الزمان، بحيث كانت هناك دورات مستمرة تقيمها دائرة خدمات الثروة الحيوانية، وفي محطة تربية الحيوان اللي كانت هي عبارة عن مركز إقليمي يستقطب كل الدورات العالمية وبمساعدة منظمة الغذاء والزراعة الدولية. ووصلنا إلى مراحل جدا متقدمة في التلقيح الاصطناعي مثلا، فبدينا ننتقل من التلقيح الاصطناعي المبرد إلى التلقيح الاصطناعي المجمد، واستوردت الأجهزة ودربنا الكوادر على هذا العمل، وأصبح العراق يصدر أيضا من هذه اللقاحات المصنعة في محطة تربية الحيوان وفي قسم التلقيح الاصطناعي في أبو غريب بالذات، وإلى مناطق الخليج وإلى مناطق الإقليمية الأخرى، بالإضافة إلى الدورات اللي كنا نقيمها لكل الكوادر الزراعية والبيطرية العربية وأيضا والدولية، أيضا مو بس العربية، كانت تجينا من كل أقطار الشرق الأدنى والأقصى، وكان مركز من المراكز العالمية المعروفة، لأنه كان يستقطب كل الخبراء العالميين في مجال الثروة الحيوانية وتحسينها. ووصلنا إلى مراحل متقدمة جدا في التضريب. وأيضا أحب أن أنوه أنه التلقيح الاصطناعي أصبح من متطلبات الفلاحين والمربين بشكل كبير، وكنا في البداية نعاني من قضية نشر هذا العمل الاقتصادي الفعال، ولكن بالفترات الأخيرة بدينا لا نستطيع أن نستجيب لكل الطلبات، لكثرة الطلبات، وفي كل مناطق العراق من الشمال إلى الجنوب. لذلك كان عندنا أكثر من 50 مركز تلقيح اصطناعي في كل محافظات العراق، وعندنا المركز الرئيسي يجهز هذه المحافظات باللقاح المجمد. وبعدها أيضا خطينا خطوة كبيرة في عملية التحسين الوراثي من خلال نقل الأجنة، أنه نزرع الأجنة في أبقار معينة ذات مواصفات إنتاجية عالية، ونزرعها في أبقار اللي هي تكون على شكل حواضن ومجرد لإنتاج هذه العروق. أيضا كنا نستثمر إنتاجنا من التلقيح الاصطناعي في محطات الأبقار الكبرى، بأن نأخذ منها الثيران العالية الإنتاج والمسجلة المعلومات الكاملة عنها، ونستخدمها أيضا في مجال التلقيح الصناعي أيضا، ونقوم بتوزيع قسم من هذه العجول للتلقيح الطبيعي بالنسبة للمربين في المناطق البعيدة اللي ما كان يوصلها التلقيح الصناعي أو المناطق النائية. ولذلك التلقيح الاصطناعي وعملية الانتاج الحيواني والتحسين الوراثي في العراق من المجالات المتطورة، ووجود كوادر كفوءة ساهمت بشكل كبير في نقلة نوعية في مستوى الانتاج، ونأمل أن يعود هذا العمل النشط
إلى واقعه السابق لتكون الثروة الحيوانية هي أيضا رافد اقتصادي كبير لدعم الاقتصاد الوطني. أخوة مربي الأبقار، تابعوا معنا هذا الموضوع عن تهيئة الأبقار قبل الولادة. نقدر نختصر عملية التوليد في محطة أبقار النصر بالخطوات التالية. بالمراحل الأخيرة من الحمل تعزل الأبقار المهيئة لعملية الولادة في بوكس خاص، وتكون مراقبة من قبل مشرفي الحظائر الموجودين لحين عملية الولادة. تتم الولادة وبعد إخراج الجنين يتم عملية الحلب بحلب الأبقار الحديثة الولادة في بوكس خاص، وعزل الكوليستروم أو حلب الكوليستروم اللي هو الحليب الخاص بالولادات، ويتم إرضاع العجول. وتتم عملية الرضاعة لمدة 3 أيام لحين عزلها في بوكس خاص. يتم فيما بعد عملية الحلب باستخدام الحليب الاعتيادي. أثناء هذه العملية بالأيام الأولى يتم تعقيم أرضية البوكسات وتعقيم السرة باستخدام المعقمات الموجودة مثل الأيودين، ويتم متابعتها من قبل الطبيب المشرف ومشرف الحظيرة. أعزائي المشاهدين، إخوان الفلاحين، إخوان المزارعين، زراعتنا اليوم برنامج أهدافه تنسجم مع أهداف قناة النهار الفضائية، لذلك استثمرنا عقد المؤتمر العام للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، مؤتمر الهيئة العامة، وأخذنا ملاحظات بعض الأخوة الفلاحين والمزارعين ومسؤولي الجمعيات الفلاحية في المحافظات عن احتياجاتهم الفعلية في محافظاتهم. طبعا من خلال قناتكم الكريمة واللي تحقق أول لقاء وياها، والحمد لله فضل الله وفضلكم، نحب توصلون أنه تنقلون معاناتنا للسادة المسؤولين والوزارات المختصة والمعنية بشأن القطاع الزراعي. أولا دعم القطاع الزراعي بالمكننة بالتجهيزات الزراعية مثل الحاصدات، الساحبات اللي يحتاجها الفلاح، المضخات الزراعية، هذا جانب. الجانب الثاني دعم الفلاح والقطاع الزراعي بصورة عامة بالأسمدة والمبيدات. الآن السوق مليانة لكن الأسعار عالية جدا ما يسدد الفلاح، هذا جانب. الجانب الثالث أنه وزارة التجارة إجراءات تعسفية خصوصا في محافظات النجف والديوانية، لأن باعتبار محافظات مختصة بزراعة الشلب، العنبر المحصول استراتيجي الآن انقرض بالعراق، لأنه هو يزرع الوحيد بالعراق، فبالعراق انقرض بسبب شنو؟ الإهمال، السعر المتردي، عدم دعم الوزارة الزراعة لهذا المحصول، فبالتالي الفلاح يضطر أن يترك هذا لأنه النسبة مالته إنتاجيته ضعيفة، يتوجه الأصناف ثانوية مثل الياسمين وغيره والصنف الفرات، هذه أصناف المهجنة اللي جتنا من الفلبين ومن الدول الأخرى، أصناف مستوردة. فتشوف الفلاح يترك هذا الصنف العراقي الأصل، العنبر واللي يسموه عنبر المشخاب أو عنبر الشامية، فيتركه، يترك زراعته من أجل زيادة بالكمية وليس بالنوع، هذا جانب. إنه شنو السبب؟ السبب إنه السعر. الأهم من هذا هو سبب هجرة الفلاح من الريف إلى المدينة. الفلاح لما يهاجر من الريف إلى المدينة دعم ماكو، بالمدارس ماكو، شارع تبليط ماكو، مي ماكو، خدمات ماكو، وين يروح؟ يروح يهاجر للمدينة من أجل أن يحصل على خط مولدة، على خدمات، على راحة، على ابنه يوصل بالمدرسة على الأقل يفيده، يشتغل بالسوق. بالريف ماكو عمل. فهذا سبب عدم إهمال وعدم دعم القطاع الزراعي، هو شجع على هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة وترك المساحات الواسعة من أرض العراق دون زراعة. اعتماد الدولة على المستورد
وعدم دعم القطاع الزراعي ومن أجل النهوض بالواقع الزراعي ومن أجل النهوض بهذه الشريحة المهمة اللي هي تمثل أكثر من نصف المجتمع شريحة الفلاح. الآن احنا ناشد وزير الزراعة بالذات الأستاذ فلاح حسن زيدان بهاي الدورة الحالية يتوجه ولو يعني خلي يكون هو وزير زراعة خلي يكون نسبة دعم عند الفلاح. يعني احنا عيننا على الوزير عين الفلاح المن وزارته وزارة الزراعة هي الوزارة المعنية بالفلاح. الوزير الآن ما جاي يعني 12 كيلو للدونم الحنطة 12 كيلو سماد للدونم الحنطة فيما هو في باقي السنوات كنا نستلم 60 كيلو فش قد نقص يعني نقص 40 كيلو بالأكثر من 42 إلى 43 كيلو نقص بالتجهيز. هذا سبب راح يترك الفلاح الأرض ويهاجر من عندها. أربعة ديون الكهرباء المتراكمة على المضخات الزراعية. الفلاح ما عنده انتاج، إذا ما عنده انتاج وهو راح يهاجر للمدينة فبقت المضخات معطلة لعدة أربع سنوات خمس سنوات، الديون تراكمت فتجي تلقى كل مضخة زراعية مطلوبة 6-7 ملايين دينار للدولة ما عنده يسدد. احنا نطالب الوزارة وبالذات وزارة الكهرباء بتفعيل القرار اللي صدر في زمن المالك بإعفاء الفلاحين من الديون المتراكمة وليس تقسيطها، إعفاء الفلاحين من الديون المتراكمة وبذمة الفلاحين بسبب أنه ما يقدر الفلاح يسدد له 6 ملايين 7 ملايين للكهرباء. نطالب دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بإطلاق مخصصات الفلاحين والمزارعين محصولي الحنطة والشعير والشلب لأن المبالغ ساهم في تنمية قدراتهم الذاتية على الزراعة. كما نطالب وزارة الزراعة بدعم الأسمدة والبذور حيث حاليا نجهز 12 كيلو 12 كيلو لا يكفي للدونم فنطالبها بزيادة حصة الفلاح من الأسمدة الكيميائية. كما نطالب وزارة الموارد المائية بإطلاقات وافرة من المياه كون حاليا مزروعات الحنطة والشعير في غاية ثانية غاية التبشير. بالنسبة لمعاناة محافظة كركوك لحد هسه عندنا فلح ما مستلمين سوقوا حنطة قضاء الحويجة وناحية العباسي وناحية الرياض لحد الآن ما مطينهم ولا فلس. بالنسبة للمركز المحافظة وزعوا لحد 2600 والحد هسه صار اكثر شهر متوقف. عددكم ايش قد؟ عددنا 6000 وكسر 6000 وكسر والحد هسه الفلاح متاذي بشكل تدري ماخذ كيمياوي ماخذ غاز فماكو اي دعم للفلاح. طيب دول 6000 موجودين باراضيهم؟ موجودين باراضيهم نعم موجودين ويفلحون وهذا الفلاح المقبلة باشرة بالفلاح والحد هسه ما مطينهم أي شيء لا كيمياوي لا بذور لا غاز لا أي دعم ماكو للفلاح. هذه واحدة. ثاني شيء أنا عندي قرية أنا عضو مكتب تنفيذي عندي قرية الحد هسه كهرباء ما عندي جايبين لي 17 عمود فقط قرية كاملة فوق 100 بيت محولة واحدة. ثاني شيء خدمات ما بيها لا مدرسة لا شارع بالتركترات نصعد للشارع سياراتنا ما يصلن للشارع إلا بالتركترات بساحبات زين فأي خدمات ماكو عندي بالقرية وهي قرية فلاحية ومتمثلة بالمنطقة. يعني أعزائي المشاهدين إخوان الفلاحين إخواني المزارعين شكرا وإلى نلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله وأسرة برنامج زراعتنا اليوم من على قناة النهار عراق الفضائية.